كنا بنتكلم على جروبات الماميز في الفاصل، وبنتكلم ايضا على الامهات في الفاصل. يعني انا انصح دايما الام انها تبقى قريبه من امهات الفصل. تجربتي كانت عظيمه جدا، وتحيه لفايلت جروب لام ياس، لانه من اسعد الجروب، من اسعد الناس اللي انا تعاملت معاهم في حياتي طول بقى مده الولاد، يعني طول مده الولاد وهم بيكبروا في المدرسه، ودي مدرسه عظيمه. طول المده كنا اصحاب وقريبين من بعض، بس عمرنا ما كان عند، يعني حتى الواتساب جروب بتاعنا يختلف تماما عن المامي جروب او الماميز جروب اللي موجوده دلوقتي على السوشيال ميديا. ما رايكم يا سيدات في رايكن في جروبات الماميز؟ وادي ميني مام وانجي عندها راي، قولي يا انجي الاول. يعني انا رايي ان جروبات الماميز يعني هي كانت بادئه بدايه حلوه طبعا، يعني طبعا هي انا بعتبرها ظاهره، يعني ظاهرة لأن هي حاجة حديثة، كانت بداية لطيفة والناس بتتعرف. بس أنا شايف فترة أخيرة، في السنوات الأخيرة، بقت تأثيرها سلبي. ليه؟ لأن هي أول حاجة، نقطة مثلا كانت قالتها دينا، إن هو فكرة إن فيها الأمهات بيعلوا على بعض، ودي حاجة صعبة جدا. غير موضوع السوبر مام؟ هو جواها ده هو يعتبر الاساس. انا من وجهه نظري انه ظهر اصلا موضوع السوبر مام ده عن طريق جروبات المامز، اللي هو انا لازم اعلي على جروبات. انا ممكن احكي وقائع حصلت قدامي، يعني في موقع انا كتبت بكتب يعني سلسله مقالات عن فكره جروبات المامز، يعني فلتحيا حريه الامهات ولتسقط جروبات المامز بصراحه يعني.